الذي يموت دون بيع يموت ميتة جاهلية، ليس المعنى أنه يموت على الكفر، كلا، بل كما قال الإمام أحمد هذا في الإمام الذي يجتمع عليه الناس يشيرون هذا إمام، كلمة متفقة للمسلمين كلهم. وأيضا المعنى أنه يموت كما يموت أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا يستنكفون أن يبايعوا أحدا، وليس المعنى أنهم يكونون كفاراً.